على وجعي على اللي ضايم العمر أسفي على روحي على جروحي على جمر بيكوي الصدر جيب لي صبر لما الضنا ماله قريب جيب لي صبر لما الضمير يصبح غريب لما تجي تحضن حبيب ويطعنك طعنة غدر آه ضيع العمر مريت ومشيت بأماكن بعرفها حسيت غربي لا ما في وصف نفس العيون تسوينا نظرات الدفا نفس العيون تسوينا نظرات الدفا وين الوفا شو يلي صاير بالخفا جيب لي صبر يا زمن جيب لي صبر دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضى عن حب الخير وما عندي أنا دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضى عن حب الخير وما عندي أنا عز وفقر ولازل مجبول بغنى ظلم وقهر بس هالظهر ما بينحنى جيب لي صبر يا زمن جيب لي صبر يعني ساوي يعني ولد عايش كل حياته بلا أب أنا أمي جوزت أبي خطيفة من وقتها ما بنعرف شي عن أبي يعني كل اللي بنعرفه إنه هو مات قبل ما أخلق عشان هيك دائما كنت حس إنه عندي شعور بالنقص هذا الشي كان يخليني بعيد عن رفقاتي بالكلية بالشارع شعور إنك شخص مو كامل مين قال لك انه في بالحياه حدا كامل؟ بعدين احساسك بالوحده هذا اللي عم تحسه المفروض يقربك من العالم ويخليك تهرب منه هو مو شعور بالوحده حنان هو نقص انا شخص بلا اب بلا عائله مشان هيك قلت لك لازم اشوفك دغري طب هات لشوف ليش قلت لي بدك تشوفني؟ حنان انا بحبك بعرف الشخص بهي اللحظه لازم يكون فرحان كتير طاير عم بيرقص بس انا ما بحسن اعمل هيك اني حاسس انو احنا فاتحين على حالنا باب خيبه خساره جديده ليه مفترض انو هي خساره حنان انت وين وانا وين انا اكتر شي ممكن ساويه اني حبك بيني وبين حالي بس يجوز أنا لازم ما كنت أتحمس وقلك
اسمع هيك لازم اقول لك انا تاخرت كثير كمان انا حبيتك من اول ما شفتك. اقول لك شيء ليلي؟ انا بحبك. كثير صعبتي علي حنان، بعرف مفروض انا افرح هلا. زمان وقت اللي كنت عم حبك بيني وبين حالي كان فيني يكتم هذا الشعور، كان فيني يذبحه، بس هلا شو؟ هلا شو؟ ليه لتذبح هذا الشعور وتكتمه؟ مصطفى انا ما بعرف انت ليش عم تعقد القصص؟ يعني مجرد انك تحب انت لازم تكون كثير فرحان. مين قال لك انه انا ماني فرحان؟ بس كمان احنا لازم نكون واقعيين. ان هاي العلاقه اللي بيناتنا شو نهايتها؟ شو مصيرها؟ اهلك بيقبلوا واحد مثل حكايتي؟ مصطفى بكير على هذا الحكي، بكير كثير صدقني. لا ابدا مو بكير. حنان وقت اللي قلت لك انه انا بحبك ما كنت عم بمزح، ما كنت عم بلعب. خلص قلت لك بحبك، يعني بحبك هلا بدي احبك لبعدين. طيب. مصطفى انا ما تعودت اخبي شيء. لحتى اثبت لك انه انا صاحبت القرار بحياتي. فيك تجي ايمت ما بدك وتزور اهلي. ايوه. يعني هلا بلشنا نجن. اي انا مجنون بس بحبك. شفتك ما سألتي. قلت لحالي بيجي بتطمن عليك بركة ده بيبين فيكي. والله جايتك راح تكون على الفاضي يا حجي. لك حاجتك بقى خلصنا. شو نسيتي اني انا جوزك وابو بنتك والقصة كلها على بعضها مو مستحب لك الهوى تبعي؟ اول شي احترم حالك رؤوف. ثاني شي اوعى تكون مفكر وحاطط ببالك اني انا ممكن سامحك. ولك انا عشت عمري كلياته على كذبة معك. واللي عملته ما في بني ادم بالكون بيقدر يستوعبه. الكذبة يا خانو هو يلي انت عايشة فيه. هذا هو الكذب. اصحي اصحي ولا تصدق اللي عم ينحكى. رؤوف البندقجي رجعنا نكذب من اول وجديد. ولك انت شو؟ شو انت شو؟ برجع بقول لك اصحي ولازم تفهمي ويفهم الكل انه كمال عم يضحك عليكم كلياتكم لحتى يعيشكم بالوهم يلي هو عايش فيه، يعني بالكذب يلي هو عايش فيه. ما رح تتغير رؤوف. انت بعمرك ما رح تتغير. صعب عليك تكون صريح مره واحده بس بعمرك حتى مع حالك. هلقد صعب عليك تكون صادق مع نفسك او مع اي حدا تاني. انت ليش ما بدك تعترف انه انت اتضحكت علي واستغليت ظرفي كرمال شغلات انت عم تخطط لها يا حجي؟ لك يا مخلوقه بنصحك انك تفكري منيح. كمال عم يكذب على الكل لانه ما انه قادر يقول الحقيقه. بصراحه لو انا مطرحه راح اعمل مثله. كمال عم بيساوي هيك وعم بيكذب لحتى نقبله بيناتنا. وانا صراحه ما عندي مانع، راح اضحك على حالي وصدق كل كلمه عم بيقولها. منيح رؤوف انت اذيتني وغدرت فيني. انت شقلبت لي حياتي كلياتها ودمرتها. ولك تخيل اني انا كنت صدقك. لا يا نهى ليش عم تقولي هيك؟ حتى بنتك صدقتك وصارت عم تشك بامها. ولك انت جننتها للبنت، جننتها. بنتك شغلتها فاضيه ضايجه طالع خلقها. بكره بتجي لعندك بتبوس ايدك وبتستسمحك وبتطلب رضاك. بعد شو؟ بعد ما خربت علاقتها مع اختها؟ روح اطلع فيهم ولا واحدة منهم الى نفس تطلع بوش الثانية. هو الصراحة اختي اللي جنيت مو هي. قصدك هلأ عقلت؟ أهلين شلونك يا حلوة؟ شلون البابا؟ شلونه بابا يا سيد رؤوف؟ عم تسألني عليه كمان؟ طيب رح جاوبك كيفه. بابا اليوم انسرق من عمره 20 سنة ظلم وانت اللي سرقتهم منه. لك شو الحكي هاد؟ هذا كله تخاريف. شبكهم جنيته؟ هي مانا تخاريف وانا ما جنيت. انا عم بحكي الحقيقة وهي الحقيقة رح تنكشف قدام كل العالم مثل ما انكشفت لنا. القصة قصيت وقت مو اكتر من هيك يا بنت. دوزني كلامك واحكي منيح.
بعرف حالي شو عم بحكي كتير منيح. وتأكد انه اللي واقفة قدامك صار في بينك وبين تار وصارت بتعرف كل شيء. شو يا خانم؟ ست نهال شايفك ساكتة، عاجبك هذا الكلام اللي عم تحكي وعم تكبر بالكلام مع مين؟ مع يلي كبرها وساواها؟ أنا ربيت حالي لحالي، رجاءً خلص بكفي، حاج تطول وتقصر، صرنا منعرف كل شيء، هي الموضة صارت قديمة. شو يا أمها؟ ما سامعتيها؟ عم تبهدلني ببيتي وانتي ساكتة؟ هذا البيت بيتي أنا، وهي المعلومة بتعرفها أنت كتير منيحة قبل ما تجي لهون. اسمعي يا خانم، بنصحك تفكري منيح. لازم تعرفي أنا أجيت لهون لأني حريص لآخر لحظة حافظ على العشرة اللي بيناتنا. بس برجع بقول لك، إيش كان ضليتي راكبة راسك؟ أنت لوحدك راح تكوني الخسرانة. رؤوف، أنا فكرت وقررت، وهي العشرة يلي حضرتك كتير حريصة عليها أنا ما عاد بدي إياها. أودعناكم. ماما، وحياة عيونك يا عيوني، بحياتي ما أتخلي يجي لهون أتخف. مرحبا. أهلا، تفضلي. آسفة كثير. ولا يهمك، استعجلتك وجبتك بهالطريقة. أهلا وسهلا. الحقيقة أنا قلقانة كثير مشان بابا. شو الحكي؟ وعلى شو تقلقي؟ شباب واعيين، هن بيعرفوا مصلحتهم. إي أنا على بنتي مو قلقان. بس أنا قلقان. لا تقلقي، هن بيقرروا شو بدهم إن شاء الله بصير خير. طيب، هذا موضوع طويناه، نطلب الموضوع الثاني. أي موضوع ثاني؟ موضوع رؤوف. مو بدك يعني أحكي كل شيء، وخاصة اللي طلبوا منك إنه أنا أحكي. شو؟ أنت شو عم تحكي أستاذ كمال؟ معقولة أنا أفكر بهالطريقة؟ متمني صدقك بتعرفي، بس ما عم بقدر. حججك مو قوية. شوف، أنا ممكن كون بشتغل عند هاد الزلمة، بس مالي علاقة نهائياً بالخلافات اللي بينك وبينه. هاي القصة بتمنى تفهمها كتير منيح. ولا يهمك، أنا رح أعتبر هالشي جزء من علاقات العامة، مو هذا منصبك بالإدارة؟ أنا مالي مسؤول، صدقيني. طيب قليلي، شو بدك ساعدك لساعدك؟ تسمح لي اليوم أنا أعزمك؟ طبعاً لا. على كل حال أنا مضطرة أستأذن، لأنه أخواتي لوحدهم بالبيت. عن إذنك. على راحتك، بس ما أنك ملاحظة أنك ما حكيتي بموضوع طارق ويارا؟ ما أنت سكرته أستاذ كمال بشو بتحبني أحكي؟ لأنه ما كان جدي. الموضوع الجدي ما بدك تحكي فيه. عن إذنك. لك يا ابني اللي شك عظامك، ايه ما كنت رح اعرفك، فكرتك انت عرضت الازياء. يا الله، ماني مصدقه ولا بحياتي حلمت هيك. قالوا حدا عم تعمل لي شعراتي والتاني عم تزبط لي مكياجي. استاهلي اكثر من هيك. استعرفي انا خايف هلا بس تفوتي على العرس يفتكروك انت العروس. بس يا الله سهر، شو بدنا نعمل معه؟ هذا الموضوع ما فيني أعمل شيء، لا أنا ولا حدا تاني. هاي القصة أنت بدك تحليها، أنت وأختك بدكم تتفقوا. ليش هي تاركة مجال للتفاهم أصلاً؟ اسمعي لقلك رهوفة، الإنسان بيعيش عمره مرة واحدة، لذلك لا تضيعي هالفرصة من إيدك.
الشاطر يلي بيغتنم الفرصة ويعيش عمره مثل ما بده. ايه مرحبا، شو وينه نوار؟ علي ناصر يا ريهام. شو طرشت؟ عم بسألك وينه نوار؟ هلا كان هون، يمكن راح على كشك يجيب غرض. هلا اللي كان هون وين اختفى فجأة؟ حضرتك اليوم بعتي وراي وأنا. أولا أنا ما بدي اعتذارات من حدا، ثانيا أنا ما عندي وقت ناقش شيء. أنا ما بدي اعتذر من حدا وما بدي ناقش شيء مع حدا. أنا كنت ناطر واحد منكم يجي بس حتى خبره باللي عندي. خبر نوار وخليه يخبر بابا، أنا مالي فاضية. شان الله ما تأخذينا أنسي ريهام، تأخرنا عليك، تفضل هي المفتاح. أنسي ريهام أنا راح أعتبرك تبلغتي. أنا طالع من هون وتارك الشغل هلا. نوار شوف الموضوع أنت، واللي بده يضل عنا هون بده يلتزم بمواعيد الشغل غصبا عنه، وإلا الله معه. يمكن حضرتك ما سمعتيني. أنا اللي راح أترك الشغل مو أنتوا اللي تركتوني. نوار، مفاتيح الدرج على المكتب، الأختومة فيه. إذا لازمك شيء بتعرف تلفوني. يا طارق خلينا نخبر الحجي بالأول. نوار هذا قراري إلي، أنا ماني بحاجة إذن من حدا، وابقوا سلمولي على الحاجة تبعك. أنت مين طلب منك تقول له يضل؟ شي حلو والله مو ناقص غير نترجى. هذا الباب شايفه اللي قدامك؟ بفوت دب مو جمال، والحكي للكل. ماما انت ما لازم تكوني ضعيفة. رأوف ما عاد يقدر يضحك علي. ماما خلص، امك شبعت كذب. ماما بس ريهام بنتك اولتها عن اخرتها رح ترجع لعندك ندمانة صدقيني. يا خوفي تكون اخذة هالقلب الاسود من ابوها. لك انا الله كيف كان عمي على عيوني، انا ما عم استوعب كيف كنت صدقه لرؤوف، كيف تحملت اعيش معه كل هالعمر. يا ماما انتي كان صرفك قاسي كثير، هو استغل هذا الصرف. آخ الله يسامحك يا كمال، يا ريتو حكى، يا ريتو حكى، يا ريتو حكى، يا ريتو حكى وما خلاني لحالي معه. بس بابا ضحية مثلك مثله. المهم انه رؤوف هلا ما عاد يلعب فينا. لا أمي لا، رؤوف خلاص انتهى بالنسبة لإلي، وأنا قررت أطلب الطلاق منه. رح خليه يطلق. حاجة مساء الخير. مساء النور. شو حكيتي معي؟ أختك وين لهلا؟ صاير معها شيء؟ يعني لو كان صاير معها شيء كنت شفتيني قدامك هيك؟ اهدي وروقي. كيف يعني اهدي وروقي؟ انت بتعرف قديش الساعة هلا؟ انا بعرف وينها وراح اروح اجيبها بعد شوي. رهف راح تحضر عرس رفيقتها. تحضر شو؟ ومين سمح لها بالله؟ انا لقيتها مصممه تروح، قلت تروح بعلمنا او بعلم واحد منا على ليلة. وانت شايف هذا التصرف صح؟ انت شايف انك تكسر كلامي قدام هالفصعونه صح؟ يعني ليه معتبرة انه القصة كلمتي وكلمتك؟ راحت تحضر عرس رفيقتها، ما صار رفيقتها من هن وصغار، شو هالقصة؟ ولساتهم صغار، وانا الكبيرة الوحيدة هون، والكلمة كلمتي عم تفهموا؟ هيك، بدون اسباب. ولك يا طارق، ماسا لساتها صغيرة على الزواج، وانا ما بدي عيون اختك تتفتح على هيك قصص. قوم خلينا نجيبها. هادي هادي هادي، انا بعد ساعة رح روح جيبها. سهر، نحن لازم نتعاون. واحد بيشد والتاني بيرخي، غير هيك اختك بتفلت، ما عاد نقدر نضبها. ايوه، وحضرتك طالما فاتح لي جبهات بالبيت اختك اكيد رح تفلت. طارق قلت لك 100 مره خلينا نكون ايد وحده. طيب اهدي، ونحن على الطريق رح اعاتبها، خليها تيجي وتعتذر منك، هيك بنكون خليناها تروح على الحفله وما كسرنا هيبتك. عاتبها قد ما بدك، بس انا بس تجي رهف الى عندي نفضه غير شكل.
حالنا نظرا عسكريا الى وحدات من الجيش والقوات المسلحه احرزت بعد ان دمرت اخر بؤر وتجمعات الطالبات. كيفك بابا؟ علين بابا. شو عم تتابع اخبار؟ لا اخبار ولا غيره. ليش بتخلوا حدا بهالبيت يشوف الاخبار ولا يشوف غيرها؟ ايه ايش كان بدك تحاكيني؟ الموضوع اللي عم بصير هون بالبيت الله يرضى عليك يا ابي، مخي ماله فاضي، مليون شغله وشغله براسي اهم. لا بابا مو هيك. بس بدي اسالك، شفت نوار شي اليوم؟ لا ليش شو في؟ ما في شي. اليوم شفت طارق بمعرض السيارات. بصراحة هالولد كتير وقح وقليل أدب، حكى حكي ما بينسمع، وجاب سيرتك بطريقة ما عجبتني. شلون يعني جاب سيرتي بطريقة ما عجبتك؟ خلص بابا ما بدي عيد الحكي اللي قاله، بس هو كأنه عرف أني أنا مستحيل اسكت له، لهيك حمل حاله وراح. قال شو؟ حضرته ترك الشغل. إلا 60 جهنة بالناقص على قولة المتى. رضينا بالبين والبين ما رضي فينا، ما هذا المهم. المهم هلا امتى بدك تروح تراضي امك؟ بابا الله يوفقك، هالسيره اللي بدك تفتح لي اياها. خلصنا بي، خلصنا الله يرضى عليكي. شفتي اختك يارا شو عملت؟ عملت مسكينه وطيوبه ومرضيه. لك بدي افهم شلون قدرت تقلب امك عليكي؟ هلا صارت مرضيه؟ من احنا كل مشاكلنا من ورا راسها هي وابوها تضرب منا اله. وطي صوتك، خلصنا بقى. وش كان شفتي اختك بالجامعة؟ خديها على قد على شبنا. ايه روحي ارضي امك الله يرضى عليك يا بنتي. السلام عليكم حجي. السلام علينا حجة. اذا بدكم بروح بعدين برجع. لا ما في شيء، ما في شيء. شو هالحكي ها؟ عملها للخانو بنت الجامعة تروح ترضي امها ما بيجوز، ولا شو رايك انتي؟ طبعا حجي الشغلة ما بدها رأيي، الله يرضى عليها ريهام فهيمة وبتعرف انه رضا رب العالمين من رضا الوالدين. هذا الحال امي بينك وبين امك ما لازم يطول. ان شاء الله خالي. يلا تصبحوا على خير. اهلين بابا. اهلين اهلك تقبريني. الله معك بامان الله. حجي سامر صار له يومين ما له مبين ولا عم برد على التليفون. اتركي، انا تاركه يغرق لاخر نفس، راح اسحبه. بدي فهمه انه هو املي مفروكه، ايمتى ما بدي بطالع وايمتى ما بدي بغرقه. حجي بوس ايدك، شو يغرق وما يغرق مشان الله لازم نلاقي لنا حل. لك خليه يتربى، خليه يعرف انه الله حق. لوين بدها تفوت؟ مو لنبارك لها بالاول؟ راف فوتي نامي، الوقت تأخر بكره بنحكي. يلا وقفي عندك. هالفستان منين جايبتيه وليه؟ استعرته من رفيقتي. سهر هلا مو وقته النقاش. لا يا سيدي وقته. انا هلا بدي افهم مين الكبير بالبيت، انا ولا انت؟ عرس قلت لك ممنوع تروحي تحضريه ورحتي وكسرتي كلامي. ليش؟ مزبوط انت الكبيره بس انا ما عاد صغيره. لا يا ستي صغيرة وبلا ترباية ووخها كمان. لا أنا مرباية منيح. خرسي وليه؟ سهر هيك ما بيصير. ليش عم تضربيني؟ اوعى تكوني فاكرة حالك أمي. بدي أضربك وكسر راسك. اسمعي وليه؟ من اليوم ورايح روحة على المدرسة ما في، وطلعة من البيت كمان ما في، لحتى تتعلمي تحترمي الست الكبيرة. يا وقحة يا عليلة الأدب. خلص سهر. والله لربيكي يا كلبي، اتركني. سهر اللي عم تساويه هذا غلط. الو ايه يارا شو بكي؟ ابوكي نايم واحمد كمان. ليلي شوفي. ايه يلا يلا رح فيق ابوكي. يلا you
الو رهف، الله يرضى عليكي، اهدي وشوي شوي مشان افهم عليكي. روي عيوني، الله يرضى عليك، روي خلص، ولا يهمك. بكره راح مر اخذك بعد المدرسه، بدي اعمل لك مشوار ما راح تنسيه بحياتك. رهف الله يرضى عليك، كم مره قلت لك اصعب شيء علي بالدنيا انك انت عم تبكي؟ لا تبكي حبيبي، الله يرضى عليك، لا تبكي. اي عم اقول لك بكره، خلص بكره بشوفك. طيب بعد بكره نيح. اي يلا روقي، روقي الله يرضى عليك، مخبي لك شغلات حلوه كثير. اي يلا روحي نامي، اي روحي نامي، تصبحي على خير، الله معك. وقف السيارة، وقف السيارة، يلا بابا. عن جد في شيء مجنون؟ ما هو هيك دائما الحب. بس بتعرف اني عم خاف. من شو؟ عم خاف منك. ليش بقى؟ يعني عم خافك يرجع يطلع براسك هداك الموال القديم. ليش انا قمته من راسي اساسا؟ انا ما قمته من راسي، مشان هيك وافاتك وقت قلتي لي عنه جنان. حنان، الحب اقوى من كل شيء، صدقيني. مصطفى، هل انت عن جد اول ما شفتني حسيت بشيء؟ ايه اكيد. وانت؟ يا سيدي انا اول ما شفتك وما بقى عرفت شو صار لي، حسيت انه هيك سيطرت على تفكيري، سكنت فيني. بتعرف انه هاي القصة حالة نادرة؟ يعني عادة الحب وقت اللي بيكون بين طرفين ما بيكون بهي السرعة. طيب ما قلت لي هلأ شو رح نعمل نحنا؟ شو ما بدك، بس يعني نحنا هلأ صرنا بعض نص ليل، ما عاد في شي نعمله، ما؟ لا ما قصدي هلأ أكيد، بس أنا قصدي يعني لبعدين، شو المفروض نعمل؟ أنا رح أحكي لأمي. وأنا كمان. أنت شو؟ رح تحكي لأمك؟ لا، بدي أحكي لأمك ولأبوكي ولكل الدنيا، بدي أقول له أنه أنا كثير بحبك وما قدران أعيش من دونك. خجلتني حنان، أنا ما رح أسمح لحدا بالدنيا يستغل علاقتنا بشي مو منيح، بدي أخبر كل الدنيا وخلي علاقتنا تكون علنية قدامه وكلياتهم. كيف يعني؟ يعني خذيلي موعد من أهلك مشان نجي أنا وأمي ونطلب إيدك. أنت عن جد عم تحكي؟ بس رح يقولوا إنه بكير لسه. وأنا رح أقول لهم إنه إحنا كثير تأخرنا. الحمد لله اللي مشيت على خير. عن جد شكرا كمال، عذبتك معي. لا ولو، المهم إنه الحمد لله على سلامتك. شو كيف صرنا يا مدام؟ الحمد لله هلا احسن، بس عن جد الوجع كان كثير قوي. عفوا، حضرتك زوجة؟ لا، بنتها. غالبا في بحثها على الحاله. ايه بس كانت ما عم تحسن تمشي. شيء طبيعي. على كل حال انا كتبت على شويه تحاليل وصور لازم تنعمل بكره. ان شاء الله دكتور، شكرا. ولو سلام. شكرا يعني. شكرا، الله يخليك. عن جد شكرا بابا، الله يخلي لنا اياك يا رب. طيب بابا، بدي اشوف الدكتور مشان اخذ منه الاوراق تبع التحاليل. ماما، الشاب اسمه مصطفى واخلاقه كثير عالية. هلا نحن من يومين لحتى صارحنا بعض بالموضوع، بس هو بصراحة حابب يحطك انت وبابا بصورة كل شيء. والله يا بنتي ما فيني اقول لك غير الله يقدم لك اللي فيه الخير. ماما بكره بس رح تشوفيه رح تحبيه كثير. امي مو المهم انا حبه، المهم انت تكوني متأكدة من مشاعرك. هلا من جهة مالي متأكدة، متأكدة وكثير كمان، لدرجة انه حاسة حالي ما رح كون مبسوطة غير مع هذا البني آدم. ايه الله يتمم على خير.
خليه يجي هو وامه، وانا ان شاء الله اليوم ببيت استخاره. عن جد عم تحكي ماما؟ يعني رح تحكي مع بابا بالموضوع؟ ان شاء الله بحكي معه. لك تقبشي قلبي. ايه شوفي امي الله يرضى عليكي، نحن رح نستقبله هو وامه، وان شاء الله اذا رب العالمين كتب نصيب بنعمل خطبه وبس. اكيد ماما اكيد خطبه وبس، اساسا حكينا انا وياه انه ما رح نعمل شيء هلا غير لحتى نتخرج، يعني انت فصلي ونحن من البيت. يقبرني رب بيك. الو الو، ان شاء الله صرتي احسن. ايه الحمد لله، عن جد كمان شكرا كثير، لولاك ما كان بعرف شو ممكن يصير فيني. ابن الاصل بيضل ابن اصل، كتر خيرك. الحمد لله. لو سمحتي ممكن احكي مع يارا؟ ايه يلا يلا. اهلين بابا. بني ادم، انا فهمتك ولا ما فهمتك؟ ليه ما حكيت معي امبارح بالليل؟ وينه هلا؟ خليك وراه، اوعى تتركه. ها طلع. ماشي. شوني هالخانو؟ قلعتيني من البيت لحتى يفضى لك الجو وتستقبلي حبيب القلب؟ والله مريضة. ما عندك رجال تتصلي فيه؟ ولا خلاص ما عادت رجالك؟ كنت تنضايط وقت وبس. ماشي يعني هذا خير. ماشي. بابا أنا ما بحب أتدخل بخصوصياتك. بابا بس انت بتعرف انه انا من زمان بعرفه لطارق، هو انضف حدا بالدنيا، وبعدين هو ما له موافق على شغل اخته، وامبارح ترك شغله بمعرض السيارات. المشكله انا حاسس انه عم تستخدمه حجه لتحكي معي. اي واذا شو المشكله؟ بعدين انت ما بينخاف عليك، يعني بدل ما هي تسحب منك معلومات انت اسحب منها بطريقتك. شاطره. طيب بابا هلا مشان طارق شو؟ لانه سهر عم تطلب ايدك. بابا بتعرف انت قديش انا وطارق بنحب بعض، يعني اول عن اخر رح نتزوج، بس انا فكري انه نأجل الموضوع شوي. شو هالحكي؟ ليش التأجيل يعني؟ انت واثقة من مشاعرك تجاهه؟ اكيد. معناتها خلص خليه يجي يطلب بشكل رسمي. انا بابا بدي امن عليكي قبل ما يصير لي شيء. بعيد الشر عنك بابا، اول شيء الله يطول بعمرك، وثاني شيء حتى لو طارق واجا وخطبني يعني نحن ما عم نفكر نتزوج لحتى نتخرج. بابا اول ما طارق يطلبك تكتبوا الكتاب، هلا العرس بعدين تتفقوا عليه. وشو لزمه هذا الحكي كله؟ معلش بابا، ما بدك يعني يكون مرتاح. خلص بابا مثل ما بدك. مثل ما بدي. الله يعينك يا طارق على الوقعة. وقعة؟ ايه الف مين بيتمنى هيك وقعة؟ بكفي اني بنتك، والله ظاهر احمد افندي مأثر عليك منيحة. لك لا. حبيبي ديري بالك على حالك. ها ديري بالك على الماما، امك مالا غيرك. مالا غيري؟ مالا غيرنا. ايه بابا خليكي جنب. قلت لك غيرنا مو غيري. فهمت عليك يا بابا. اسمع ليش هذا الموضوع قفل وخلاص، يعني هي ام بنتي ولها احترامها وحق علي. بابا في شغلات بتصير بالحياه مالنا ايد فيها. عم تفهمي علي؟ ما حجي الله يخلي لنا اياك، بدنا اياك بكره المساء تفضي لنا حالك شي نص ساعه زمان. خير ان شاء الله حجي. شو في بنتك حنان؟ جايه خطابه، شب رفيقه بالجامعه.
ايوه قلتي لي رفيقه بالجامعه. وشو بدهم يفتحوا مرسم مثلا بكره؟ اه لسه مو عجبتني بلاها. يوه كيف يعني بلاها؟ القصه ناكته من اولها، ما بدي ما عندي وقت. الله يخلينا ياك، نص ساعه زمان بس. يا حجه الله يرضى عليكي، قلت لك ما بدي الموضوع من اساسه، هذا الولد مالي حابه، بالناقص منه. اللي لون ما في نصيب. حجي بنتك بتحبه وهو بيحبها. بدك شو هالمسخرة هي؟ أنا عم ببعد بنتك على الجامعة مشان تدرس ولا مشان تحب وتتمعشى؟ حجي الله يخلينا ياك، الشاب طالب الحلال، يعني ما بصير ترفضه بدون ما تشوفه. خلاص ماشي حجي، تكرم عينك أم سامر، عزمي ضيفي فنجان قهوة وبس، وبتصرفي بعد منها، لأنه القصة مو ظابطة لا من أولها ولا بتانيها. حاضر. شو بدي لك؟ هالمغضوب ابنك حكى؟ والله ما عم يرد علي، بس بدي ارجع احكي معه مرة ثانية. بدك واحد قليل أدب؟ مظبوط. شو بدي أقول لك؟ اتصلي لأخوك كمال. إيه؟ ما حلوة. لازم نعزمه على شيء عشان ها؟ الله يخلينا ياك يا رب، الله لا يحرمني منك. إن شاء الله بتقبر قلبي. بدك شيء؟ بدي سلامة قلبك، الله معك تقبرني. السلام عليكم. مهوني، الله معك تقبرني، الله معك مهوني. إيه الله يجيرنا. شو بنا أمولة؟ لا ما في شيء، ما في شيء. يعني أم بنتي واحتاجتني بالليل، شو أعمل؟ لك بقص إيدي إذا معاملتها تمثيلية بس لحتى تجر رجلك. لك حاجة أنت الثانية، أخذتها على المستشفى وطلع معها بحسب حركة عليها بالكلية. شو رحت تساوي عندهم؟ لك أنا رحت لعندها مرة، اتصلت من هون من البيت ونزلت شفت يارا تحت. إيه ماشي الحال أخي، عمل اللي بدك إياه بس دير بالك. لا تخافي أختي لا تخافي، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. صحيح. اتصلت رضوى قال رؤوف بيك عازمنا على الغداء. شو لك؟ شو قلتي لها؟ قلت لها خليه يضب مصرياته بجيبته، نحن ما بناكل حرام. صحك. خلصنا بقى، لا تيبسي راس، اختك اكيد كانت معصبه وفي شيء مضايقه. انا ما عاد فيني اتحمل، تعبت، ما عاد بدي. رهف اختك هي اللي مربيتك، اكيد ما قصدت. هذا الموضوع بدنا ننساه ومن بكره بترجع تنزلي على المدرسه. دراسه ماني دارسه، خليتي شي تضربني، يلا تعجبريني يلا. اسمعي بي، اوعك تفكري انه بعنادك هذا رح توصلي لشي، عم تفهمي؟ ترى اختك صعبان عليها انك مديتي ايدك عليها، وبتعرف انه روحتها بدون علمك كانت غلط. لا مو غلط، انا خبرتك واخذت اذنك. ولك انت شايف الوقاحه؟ ولك شايف قله ادبها؟ اسمعي ولي، اوعك تفكري انه اذا ما رحتي على المدرسه بتلوي دراعي، هاد بيأذيكي وبيضرك الك، انا مو فارق معي تنمحوا. تضربوا انتوا هالعيشه. خلص. ليك بتقول لها ما رح بتعيد علي، ايه لك اللي بعمري امبارح تزوجت. ماشي. او ايه؟ آخر تكبير الراس أستاذ طارق؟ عم تهددني الخانوم بمدرستها. مبسوط هلأ؟ يا عيني يا روحي، هي مو طريقة تفاهم هاي. رهف عم تراهق، نحن نعرف شو نتعامل معها، شو ندير بالنا عليها، إمتى نقسى، إمتى نلين. أساساً كله منك طارق، لو أنت مخبرني من الأول ما كنا وصلنا لهون. بجوز معك حق، بس أنا ما خبرتك لأني أنا سلفاً بعرف أنك أنت رح ترفضي. خلص اتركها هلأ، خليها تدق راسها بالحيط، وليكك انت ما رحت اليوم على معهدك بسببها. ومو بس هيك، احتمال اقعد كل نهاري داري فيها بسببك. ايوه وشغلك؟ انا تركت الشغل امبارح. ليش تركت الشغل؟ لا تخافي، ربك ما بينسى حدا. اجاني فورا بعده تليفون خبروني انه اجاني شغل جديد احسن من شغل الحجي ومن كل هالقرف تبعه. ايوه وين لقيت هالشغل بقى؟ عمو كمال لأهلية عند رفيقه نضال بالمجلة تبعه. بس أهم شي طبعاً يكون بالليل مشان ما يتعارض مع دراستك. لا تفكر يا احتمال يكون كله على النت،
ايميلات وما بعرف شو. المهم هلا نحن لازم نلاقي حل لمشكلة اختك. لا تخاف على مشكلة اختي، انت اترك لي اياها وانا بعرف كيف عقلها طارق. اهلين بابا. كيفك حبيبتي؟ امك شلون صارت؟ صارت احسن الحمد لله. ايه الحمد لله الحمد لله. رايحة على الجامعة اليوم؟ لا. بابا انت حكيتي مع طارق شيء؟ اي حكيت معه. ليش؟ لا بابا، بس هو طالما ترك المعرض انا رح دبر له شغل. بالله وبهالسرعة؟ وين هالوظيفة بقى؟ عند عمو نضال بالمجلة. ايه اذا عند عمو نضال ممتاز. يلا لشوفي شلون بدها تبين معك هي. عن جد شكرا بابا. اهلين بابا، بدك شيء؟ بدي سلامتك. ديري بالك حالك، وينك؟ اي شيء بتحتاجه احكي معي. الله معك حبيبي. يلا ماما اشربي كاسة هالزهورات بتروق لك دماغك. هاد كمان؟ اي كان عم يخبرني انه لقى شغل جديد لرفيقي طارق. طارق رفيقي بالمعهد. ما سألك عني؟ بلا سألني وقال لي انك كيف صرتي، وقال لي اذا لزمنا شي دغري نحاكي. اه هيك كتر خيره. خي اشربي ماما. ماما شو مشان طارق؟ هو يعني في مشروع خطبة. وأنا آخر من يعلم؟ لا ماما بس لا تحكي ولا حرف. من الآخر اعترفي، احكي لي ماما. فوتي أمي. شو أمي؟ بس هلا ما نقيتي شو بدك تلبسي؟ محتاره ماما والله مالي عرفانه. شوفي هذا حلو؟ حلو بجنن عليكي، شو ما لبستي حلو؟ ايه شو بدي اقول لك حبيبه قلبي؟ شو رايك تحكي مع اخوكي سامر؟ والله بيفرح لك. حكيته ماما بس قال لي انه ما راح يجي. الله يهديه الصبي شو جانين. شو بدي اقول لك؟ الله يرضى عليكي. ابوكي اذا سالوا للشب كم سؤال لا تتضايقي، لانه كمان نحن من حقنا نطمن على مستقبلك. ايه بس ماما انا بعرف بابا شو رح يحكي معه، يعني هو بده يساله عن وضعه وانا هي المعلومات كلها بعرفها وموافقه عليها. الله يخليكي ماما، اطلبي منه انه ما يكسر له خاطره، يعني موضوع المصاري انا والله ما بفكر فيه كله على بعضه. خلص تقبليني خلص، انت اتكلي على رب العالمين وان شاء الله رب العالمين ما بيقدم لك الا كل الخير. الله يخلي لي اياكي حبيبه قلبي، الله يرضى عليك يا رب. مبسوط يا عمي، وصلنا على البيت. اسمع شو بدي اقول لك، بدي اياك هيك تكون واثق من حالك وتضحك. ايه خلص بدي اضحك. تمام هيك؟ ايه بتجنن. اخر مره مصطفى. تنطر عمر لتحاسبه.